عبد الكريم الرايز أحد أعلام الموسيقى الأندلسية المغربية، ووجه بارز من وجوهها. تمكن بفضل ذكاء وتعلم السريع من رئاسة أهم جوق عرفاته الموسيقى الأندلسية المغربية في القرن العشرين. تزاد عبد الكريم الرايز سنة 1912 بدرب الطويل بمدينة فاس. تربى في وسط عائلي بسيط مكنوا من العيش بالقرب من أصول الأنغام وبدائع الألحان اللي كيزخر بها التراث المغربي. الحاج عبد الكريم الرايز نشأ في أسرة محافظة، في أسرة اللي كتهتم بكل ما هو تراثي في ميدان المديح والسماع، وكان بلي بالزوايا، وكان يعني البداية ديالو كانت يحضر في الضريح الإدريسي، الضريح ديال مولاي إدريس فاس، ليستمع إلى حصة البردة والهمزية بهذا الضريح الذي كان جل شباب فاس يحضروا هذه الحصة ويستمتعوا بها. ولذلك منذ صغره الحاج عبد الكريم الرايز رحمه الله أولع بالتراث وأولع بالفن وأولع بالمديح والسماع. تمكن الرايز من إغناء رصيده الفني والثقافي بحضوره الحلقات الذكر ومجالس السماع بالزوايا، وكان أيضا كيترددوا باستمرار على جامع القرويين اللي كان كيتعلم فيه القرآن. لكن سنة 1925 غيتقرب بشكل أكبر من الموسيقى الأندلسية، واللي زاد كتر يعني الصلة ديالو بهذا الفن هو المصاهرة ديالو مع المرحوم محمد بن عبد السلام البريهي المعروف في كل الأوساط بجوق البريهي، اللي الآن لا زال يذكر إلى الآن جوق البريهي، وكانت عنده واحد المكانة كبيرة في الأوساط المغربية وفاسع الخصوص. فهذاك العهد جوج الفقيه البريهي بالأخت ديالو اللي هي لالا خدوج الله يرحمها، من يتزوج بها هي كانت ساعة تتقول الباسيتي، تتقول أخويا ما كرهتكش، وكان تبقى تمشي معهم من مولاي إدريس للموسام تبع راجلي باش تسند شوية على الآلة وتاخذ فكرة على الآلة، وهو راه كان تا يبغي الآلة غير تا واحد ما سيقلو الخبر أنه تبغي الآلة. من بعد واحد الفترة بدا تيحشم يمشي عند المعلم البريهي يقول له علمني شي صنيعة، بغيت نتعلم واحد الصنعة ديال الآلة نحفظها وكذا. تيحشم واحد النهار الفقيه البريهي قال له الحاج، قال له اجي ولدي، قال له بغيتك تغني لي شي صنعة ديال الآلة. بقوت لي تيحشم الحاج عبد الكريم الرايز يدو تيدخلها تحت الجلابة وتيبقى تيوسد الصنعة ديال الآلة ولقى على بال تبدا يحفظ صناعات صغيرين بحال داك يا خير الأنام ديال نصيفط قدام درب المايا، هو تيقولوا الا بغيتي تتعلم زاول يديك من الجلابه وسد معايا مزيان. انقطع الرايس عن ذهاب الجامع القرويين وتغلب على الخجل ديالو وتعلم اصول الصنعه من المدرسه البريهيه، وبفضل احتكاكه الدائم باحمد لوكيلي تعلم العزف على اله العود هو في سن 18. واحد الفتره كان بحيث الحاج عبد الكريم كان يعني صغير وكانت عنده الذاكره قويه، بدا يحفظ الصنايع، بدا يتبحر في الموسيقى ديال الآلة، بدا يتبحر في الميازين وفي النوبات وفي الصنائع، لأن الموسيقى الأندلسية معروفة عندنا فيها 11 نوبة، كل نوبة كتشتمل على 5 ديال الميازين، فيها البسيط والقائم ونصف والدرج والقدام والبطيحي، فهمتي؟ يعني من ما أنه بدا كيحفظ شوية بزاف، بدا مولاي أحمد لوكيلي تيقول له عرفتي غادي دير، وأجي أنت حفظني داك الصنيعات اللي حفظتها من عند الفقيه البريهي وأنا نعلمك العود. واحد الفترة ديال شي 4 سنين 5 سنين هكذا، أنه بدا مولاي أحمد لوكيلي بدا تاهو بالذكاء اللي كان عنده والممارسة في العزف العود بدا كيخدم مع الحاج مع الفقيه البريهي. وما لبث في وهو في سن بداية الشباب أن أصبح عازفا على العود حافظا لعدد كبير من ميازين الآلة، الشيء الذي جعل المرحوم البريهي يصطحبه معه لينخرط في جوقه. فابتداء من الثلاثينات اصبح الحاج عبد الكريم الرايز عضو في جمع في جوق البريهي الذي كان يعتبر انذاك اكبر جوق ديال الموسيقى الاندلسيه في مدينه فاس بل في المغرب قاطبه. الفقيه البريهي دائما كانت هو مع راسو تيقول الحاج عبد الكريم الرايز شي نهار تعلي هو اللي غادي نعطيه الرئاسه. علاش؟ لان لقى فيه تلميذ اللي حفاظ ومولوع وبعقله، وكان زعما عزيز عليه بزاف، وديك تيشوف فيه بحال تقول مستقبل الموسيقى الاندلسيه.
في داك الشكيل ديال الحاج عبد الكريم الرئيس. رئاسة جوق البريهي ما كانتش ضمن مخططات الرئيس المستقبلية، لكن حلم سهرو البريهي غيتحقق بعد وفاته سنة 1945 بفضل إجماع الولوعين وأفراد الجوق على اختياره لاحتلال موقع الرئاسة. المعلم البريهي الله يرحمه كان يعزف على رباب، كان على يعزف على الآلة الرباب، والحاج عبد الكريم كان يعزف على العود الرمال، عود الرمال. هو للأسف بالأسف ما بقاش هذا العود الرمال. لما خدا أصبح معلم كان خصو يعزف على رباب. تهيب ما قدرش يقبط رباب ديال المعلم الله يرحمه، آلة الرباب ديال المعلم، واحد المدة. حتى كان واحد الحفلة كانت عندنا في المخفية في فاس، أثناء الحفل جاء الفقير عطار الله يرحمه في ذاك الوقت وأخذ آلة الرباب التي كان يعزف عليها الفقير البريهي وسلمها إلى الحاج عبد الكريم الرئيس وقال له غادي تعزف على هذه الآلة وغادي تسير انتهى الجوق بالآلة ديال الرباب اللي كانت تسير بها المرحوم الفقير البريهي. وهكذا فعلا جاب الرباب وعزف عليه وقال له سيدي انت مخبى علينا هذا الشيء، مخبى علينا هذا السر هذا، وانت يا ماشي هذا. ومن ثم ولات انطلاقه ديال الرباب انه الحاج عبد الكريم يخدم بالرباب. تراس الرئيس اذن الجوق وغير اله العود برباب المعلم ديالو البريهي، لكن بقى على العاتق ديالو الحفاظ على الطرب الاندلسي اللي تترك امانه في عنقه. الحاج عبد الكريم الرئيس في الحقيقة يعني فكر في كون الموسيقى الأندلسية أو كيخصها تبقى على ما كانت عليه في القديم، يعني بالطريقة ديال الأداء القديمة، الطريقة ديال العزف القديمة، حتى في الإنشادات يعني بقى دائما ذاك الطابع الأصيل القديم اللي كيميز اللي كنشوفوه اللي كان في الزمن الغابي كتغنى به الموسيقى الأندلسية، كيف قلت لكم بعكس المدارس الأخرى، يعني المدرسة الرباطية والمدرسة التطوانية. عنده أسلوبه الخاص في تقديم الصنعة والغناء، عنده أسلوبه كذلك في المحافظة على أصول هذا التراث. هذا الميزة خدها من المعلم الله يرحمه البريهي، المعلم دياله. وكثيرا ما كنت أتحدث معه في هذا الموضوع وأقترح عليه بعض الأشياء فيقول هو بأن الأصل هو كذا وقد وردته عن المعلم على هيئته، فلا ينبغي أن يتغير أو أن يدخل عليه أي جديد. قال على الحاج عبد الكريم الرئيس محافظ على الأسلوب التقليدي الأصيل للموسيقى الأندلسية، وهذه ميزة تنفرد بها. خلى الآلة كيف خدع على البريهي، اللي زاد فيها هو شرملها بواحد شوية ديال الزربة، خفات شوية وخلاها أصلية، ما حاولش يزيد فيها ولا ينقص. جاء ليبوك ديال الحاج محمد باجدوب، داك الصوت الجميل مع الآلة دخلوا فيها المواويل شرقية أندلسية. ألوغ الناس ملي تسنتو على موال باجدوب تسمعوا من بعدو طريف ديال الآلة، طريف آلة شاخدة. في الأول الإنسان لا بدا تيتصنت على الآلة اللي ناشطة بحال أمشي يا رسول، بحال داك يا ماما كني عبدة، عيني السلطاني. واحد الساعة باجدوب تيدير موال، لي جون تيعجبهم يسمعوا باجدوب، يسمعوا تيدير موال ويسمعوا طريف ديال الآلة. تميز الرئيس بشخصيته الفريدة في حياته الفنية، وخاصة طريقة تعامله وتسييره للجوق، وكذلك في الوسط العائلي بكيفية تعامله مع أبنائه. الوالد كان قلبه كبير، قلبه طيب، كان تيحبنا، كان عنا تنحشمه منه، تنتسحيه ولا أنا ولا أخوتي، كل شيء كان تيحترمه. وكانت الوالده ملي كنبغيو شي حاجه الوالده هي اللي كتتواصلنا معاه باش يشري لنا وباش هذا، وكان راجل مثالي. كان كثير الصمت، ما تيهضرش بزاف، كانت عنده ملي تتهضر معاه غير بالاشاره، ما عندوش الكلام بزاف، بقى يهضر معاك وبقى يوسع معاك في الهضره وفي هذه وفي هذه، كان غير الكلام الصمت. كانت عنده الحكمه في ذاك الصمت، كان الناس تهاب منه وتتخاف منه وتتحشم منه بسبب ذاك السكات اللي عنده، ما كانش تيهضر بزاف. كان دائما عنده هاد التحفظ وعدم انبساط حتى مع اقرب الاقرباء ديالو، حتى مع وبعض الناس، لما وبعض الناس اللي كانوا معاه دائما كانوا تيدوا على هاد التحفظ ديالو، تيقول والله يهديه وصعيب او ماشي بيه هذا، مع انه ماشي صعيب
يعني بالمعنى انه خبيث او قبيح او كذا، ولكن هو داك الصوره ديال التحفظ تتعطي للشخصيه ديال القياده دورها في انه اللي قال خصو يتنفذ. كم تجي تدخل لدار الخدمه غير بالشوفه كتعرف شنو بغيت شنو بغا يدير، بحيث ملي كنا حنا معاه في سميتو تقريبا انا بديت التحقت معاه بالجوق في 1986، قال سمع 11 عام في الجوق عازف كعود، انا هو الثالث، كان محمد بوزوبع العثماني انا هو الطرفاني الثالث، كان بغى ملي كيبغي يشادي على شي ميزان من النوبه بلا ما كيقول لنا لا غندير لا بطيحه العشاق ولا قدام الصبيهان ولا هذه ولا هذه، تنشوفو غير في الصبعان ديالو، وداك الشيء خدوه خدا على المعلم على الفقيه البريه، كان غير تيشير على 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 داك الباب باش نعرفوا شنو ماشي يعني. عبد الكريم الرايس ما كانش كيعتمد على الطرب الاندلسي كمصدر عيش اساسي، بل كان كيشتغل بمهنه الطباعه اللي تركها بعد مده 4 سنوات للابناء ديالو باش يتفرغ بشكل تام لتسيير الجوق، وتمكن من اداره المعهد الموسيقي دار عدين. بالنسبه للدور ديالو في تعليم الموسيقى الاندلسيه بدا هذا الدور باكرا، يعني ماشي حتى الاستقلال، بدا في الفتره ديال ما قبل الحمايه، حيث كان يعلم في معهد الموسيقى الاندلسيه المعهد الموسيقي على شكل كاستاذ لهذا التراث، هو والجماعه اللي كانوا تيعلموا، كان السي عبد التازيل بزور، كان قبل منهم عبد القادر كوريش، كان معاه سلام بناني، مع واحد المجموعه ديال الاساتذه كان تيعلم هو معهم، ولكن بعد الاستقلال ستسند اليه مهمه اداره المعهد والمسؤوليه الاولى في اداره المعهد، ولما تصلح المعهد ديال فاس المعروف دار عديل سنه 1961، تفتح في اكتوبر 1961، وضع على راسه الحاج عبد الكريم الرايس كمدير. هاد دار عديل بداو جل فاسه اللي عندهم وليداتهم، ديك الساعه المسيره بدات غاديه مزيان، بدا الحاج عبد الكريم الرايس يخدم في حفلات اللي هما مناسبات اللي ما كانوش مخلطين فيهم العيالات مع الرجال، كانوا العيالات الفوق الرجال لتحت، كان ديك الساعه الحاج محمد الخصاصي كان هو اللي تيغني، ما كانش ديك الساعه باجدور ما كانش الصويري، وبدات الاله غاديه، بدات الناس يعشقوا الاله، بدات الميازن مي بواحد الطريقه اللي هي صعيبه ماشي بحال دابا. وكان تيمتينو يمر على الاقسام وتيشوف التلاميذ واش كاين شي تلاميذ واش كيتعلموا واش كيجيو في الوقت ولا ما تيجيوش، واش كاين شي نتيجه، وكان حاس يعني ومنهم حنايا منهم هذا الجيل هذا حنا تعلمنا خرجنا من المعهد، وكان كيتعلم السنه التاسعه والعاشره، يعني هي النهايه ديال الطالب ملي تيدخل المعهد، في اخر سنه تيطلعوا الرباط كيكونوا بعض الاساتذه الكبار منهم الحاج عبد الكريم، منهم تم 80 الله يرحمه، منهم بعض الاساتذه في الرباط، تيكونوا تيدوزوا امتحان لهاد الطلبه هادو. كان عند عبد الكريم الرايس هاجس نشر وتحبيب الموسيقى الاندلسيه باصولها في كافه ربوع المملكه، وكان كيخص بهذا النشر بشكل كبير فئه الشباب. فواحد العدد ديال الشباب لا اقول فقط على صعيد مدينه فاس بل على الصعيد الوطني اللي احبوا الموسيقى الاندلسيه يعني احبوا الموسيقى حبا كبيرا، واخذوا اشعارها وبداوا يتغنون بها بفضل الشخص الحاج عبد الكريم الرايس اللي بطريقته اللينه وبطريقته الذكيه استطاع ان يحبب هذه الموسيقى الى الشباب. كان الحرص ديالو دائما هو تلقين الشباب الموسيقى الاندلسيه لا عزفا ولا غناء، وزياده على هذا كان كيزور بعض المؤسسات التعليميه كذلك من اجل التلقين، وكذلك باش يحاول يستقطب اكبر عدد من التلاميذ من اجل التعرف على الموسيقى الاندلسيه. هذا بالاضافه لهذا خلق واحد المجموعه شابه في العزف على الالات الموسيقيه اللي جعل من بعد على انه هاد الشباب يستمرهم ويدخلوا يضافوا كيضيفهم لبعض اللقاءات الثقافيه للجوق ديالو. بعد مرور 30 سنه من رئاسه جوق البريهي، تمكن عبد الكريم الرايس من تمثيل الموسيقى المغربيه في العديد من المهرجانات والمناسبات الدوليه. قام يعني بإعطاء حفلات كبيرة لا على الصعيد الوطني المحلي أو الوطني فحسب، بل على الصعيد الدولي وبالأخص يعني في كل في كل في كل, في كل بقاع العالم، وبالأخص في الديار الفرنسية، وحصل بفرنسا بالذات
على وسام الجمهورية وكان قد وشحه بها آنذاك، لا أتذكر بالضبط السنة، وشحه وزير الثقافة الفرنسي باسم رئيس الجمهورية. كانت لأول مرة الجمهور المغربي كيحضر في واحد عرض موسيقي اللي كيتعزف الموسيقى اللي تتعزف من طرف أجانب. حقيقة كانت يعني أبهرت الجميع وخلت واحد الاستحسان كبير من طرف الحاضرين. جات ديك الساعة المشية لألمانيا، كان اللي منظمها هو زيدريس التويمي الله يرحمه، راجل فنان من المولوعين الحاج عبد الكريم، كان هو رئيس الجمعية هو ديال الدار البيضاء ديال الموسيقى الأندلسية. حطوا البارتيسيون، جلسوا واحد العشرة الألمانيين منهم بنات تيضربوا لي فيولون وتيضربوا لي فيولونسيل، وبداو داو ان جوملاج ما بين هاد الألمانيين وما بين جوق الحاج عبد الكريم الرئيس، وعطاو واحد الطعم اللي هو خطير ولذيذ في السمع ديالو. اي هادوك لي زالمون تيضربوا موسيقى بالنوطه، الاخرين تيضربوا الموسيقى الاندلسيه ولكن بلا نوطه حافظينها. عطات واحد اللون اللي لقى اعجاب وحماقوا عليه الناس بزاف. بدا عبد الكريم الرئيس كيتخوف من ضياع الموسيقى الاندلسيه اللي خداها بروايه معلمه محمد بن عبد السلام البريهي، فقام بجمع كافه النوبات الموسيقيه وقدمها سنه 1982 في كتاب سماه من وحي الرباب. في السبعينات اخذ يفكر في تجميع ديوان الموسيقى الاندلسيه، وديوان الموسيقى الاندلسيه اي الديوان الشعري ديال الموسيقى الاندلسيه كان موجود على شكل كناش، على شكل كناش جمعي، ولكن هذا الكناش طرأت عليه عدد ديال التغييرات، وبغى الحاج عبد الكريم انه يقدم صوره للموسيقى الاندلسيه كما تغنى ويسر القرب ديال الجمهور منها، حيث يستطيع الناس يشيو كتاب يتبعوا اش يقول او اش يغني هو والجوق ديالو. توفق وبمساعده بعض الناس اللي عندهم قرب منه من جملتهم انا، وألف الكتاب ديالو المعروف من وحي الرباب. أحدث هذا الكتاب يعني فرحة كبيرة عارمة في كل الأوساط، كونه طريقة يعني الطباعة ديالو فهي طباعة واضحة جدا وشملت كل ميازين الموسيقى الأندلسية، وفيها تعريف عن الموسيقى في المقدمة ديالو، تعريف عن الموسيقى الأندلسية وتعريف نبدا عن حياة الحاج عبد الكريم الرئيس. والمهم هو انه الاخراج ديال لان كاين حياك اللي كاين قبل منها، كاين جوج او ثلاثه ديال الحياك، فهذا هو اخر حايك اللي حايك نقول حايك هو يعني كتاب.